برحب بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة أنا مش هعمل بقى مقدمة كبيرة وعلى أهمية تدوير القمامة وإيه العائد ومش إيه العائد، لأن ده احنا اتكلمنا فيه كتير، ويمكن شفنا وكمان ركزنا من خلال صباح أون أكتر من مرة على مشروع بيع زبالتك، وكان حاجة فعلا مبشرة بالخير إن احنا عايزين نبتدي في عملية الفصل ونبتدي كمان من البيت، ما نسيبش ده للشارع. مش هعمل مقدمة خالص الحقيقة. احنا معانا من يتكلم عن الموضوع بشكل أفضل، النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب وصاحبة فكرة افصلها. صباح الفل واهلا بيكي. اهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك، منورانا ومشرفانا ست النائبة. وبيع زبالتك او الزبالة او القمامة ما بين قوسين بقت قيمة ممكن ابيعها زي ناس كتيرة في دول العالم بيبيعوا القمامة دي، بيبقى ليها بعد اقتصادي، بعد بيئي كمان، النظافة وغيره. فقولنا بقى الفكرة نفسها اللي مش متابع معانا الفكرة سريعا كده، وحضرتك واخدة الملف ده فكرة افصلها والاهتمام بتدوير المخلفات مرة تانية، ابتدت ازاي واهميتها ايه دلوقتي؟ طيب هي ابتدت، هو الفكرة وتخطيطها وتنفيذها انا والدكتورة شيرين فراج، الدكتورة معايا نائبة في مجلس النواب. الدكتورة شيرين فراج حاصلة على دكتوراه في الهندسة البيئية، ولا من أول ما دخلت مجلس النواب وهي بتكافح على مواجهة الانتشار الأخطار البيئية في المجلس وفي اللجان. فتقابلت معها وقلت لها احنا بقالنا فترة انا كمان بشتغل على موضوع القمامة وعايز اعمل حاجة اسمها شارعنا مسؤوليتنا، وتبقى مبادرة في كل شوارع جمهورية مصر ان يبقى في تشكيل وانتخاب حتى الى ان تتم المحليات، يعني اللي هي عمالة تتأجل هو الحكم المحلي، يبقى في حاجة زي اتحاد الملاك، بس يبقى اتحاد ملاك مسؤول عن للشوارع، مسؤول عن وينتخب ويبقى ليه مسؤولية التواصل مع الجهات المسؤولة. فلما ابتدت هي المشروع فكرة العمدة بس مصغرة للشارع، يعني كل شارع يبقى عمدته كده، يبقى ليه مجموعة بتشوف بقى المشاكل بتاعت الشارع. أولها طبعا كانت الانتشار القمام، ثانيها بقى الأسفلت والطرق والحوادث والبقر والأرصفة اللي ما بقاش عليها أي يعني احترام للمعاقين اللي ممكن يمشوا على الرصيف أو للأسف يعني. فالمهم هي كانت ابتدت وحكت لي عن أكشاك القمامة اللي هي عملتها في كفر الشيخ. هي ابتدت في كفر الشيخ، ابتديت أتابع المنظومة، لقيت إنه ابتدى كمان في الفيوم، وابتدوا بكشكين وحاليا وصلوا 12. فكرة الفصل من منبع دي بنتكلم عنها كتير، وأولهم الدكتورة ليلى اسكندر لو نفتكر إنها حاولت تطبقها في بورسعيد وقت ما كانت في الوزارة، وكان في حملة كبيرة تلفزيونية افصل من منبع الفصل وكده، أهمية الفصل من منبع. الفكرة إن احنا الفكرة دي ممكن يكون فيها الإرادة اللي جاية إنك تعمل بطريقة التكامل مع كل المنظومة، يعني بدءا من الشركات اللي بتنتج وتنتهي الى التدوير والشركات اللي تعيد الانتاج. قال في مصانع منظومه كامله بالظبط كده. فانت عايز بقى تخلق منظومه كامله متكامله في الاخر خالص بتصب في الناحيه الاقتصاديه زي ما حضرتك اشرت، وفي الاستثمار وفي رفع الكفاءه الاستدام وفي تنميه الاستدامه الاقتصاديه. يعني الفكره كلها ليها بعد، بس هي بتطبق على مراحل. فكانت بدايه التطبيق ان انا عرضت، بما اني من حي مصر الجديده ودكتوره شيرين من مصر الجديده، وعرضت الفكره، وانا اعلم جيدا ان في بيوت كتيره بتفصل من المنبع من غير طواعيه، يعني من غير مبادره الاكشاك، يعني بقى لهم فتره بيفصلوا من المنبع. الفكره انه اتكلمت مع رئيس الحي في خلال 24 ساعه جاب لنا ميعاد مع المحافظ. المحافظ في اقل من 48 ساعه كان حط على الترابيزه كل الجهات المسؤوله. جميل. اللي هي هيئه النظافه والتشجير وكل ومتعهدي القمامه، وابتدينا نشتغل بقى في المنظومه، نبتدي ننزل نقعد مع مصانع التدوير، نبتدي نقعد مع العاملين في القمامه، العاملين في القمامه مش المسؤولين عن العاملين في القمامه، عشان في فرق كبير. العاملين اصلهم كمان لهم كمان كذا مصدر، يعني في تبع الشركات الخاصه، وفي اللي هم عاملين بقى كل واحد مجموعه والروابط الروابط بالظبط كده، وفي اللي هو كبير، يعني ما ينفعش ان احنا قاعدين مع المسؤول قولينا خلينا مع العاملين. فكانت الفكره انه اول ما ابتدينا نحط البذره في
في ابن صندر كان هناك العاملين اللي بيجوا على الكشك واحنا واقفين وكانوا بيعترضوا بيقولوا انتوا هتقفلوا بيتنا، فقلنا لهم لا احنا عايزين نقعد معاكم، واخدنا تليفوناتهم بدينا نتواصل معاهم. ابن سينا عرفت اوصل للمسؤول الجامع القمامه اللي هناك اسمه كان الاستاذ صفوت، وقعدت معاه وحاولت ان انا افهمه الفكره، بس هي العمليه بالنسبه لهم صعبه قوي، ان انت بتاخد فلوس عشان تشيل القمامه من المنازل، ازاي هتدي فلوس؟ وانه هم مكسبهم جميع القمامه مش متعهدين، جميع القمامه مكسبهم مش زي ما يقال عنهم، الحق يقال، مجهودهم اعلى، تعرضهم للاصابه والامراض والاصابه لما بيحطوا ايديهم في صناديق القمامه عشان يتعوروا او كده، يعني ومجهودهم من 3 الصبح و4 الصبح لغايه الساعه 7 8 بالليل. فكانت الفكره انك ازاي تاخد المنظومه دي وازاي تخلي مهنه جميع القمامه لا يتحدث عنها احد بطريقه لا تليق، وازاي تخليه هو عنده قدر من الانتاجيه العاليه ويغير من سلوكياته، لانه في عدم الفصل بيحصل اهدار للقمامه اللي هي تعتبر ثروه، لا ذهب حقيقي يعني. طب عايزه افهم بس، لان هم يعني هم المفروض مهنتهم او يعني المجهود اللي هم بيعملوه في عمليه الفصل، يعني هم دول جميع القمامه اللي احنا بنشوف جزء منهم بيعملوا في جزء، بس في جزء ده الجزء الاكبر، يعني في الاخر بيجي بقى التاني ياخد الباقي ويطلع على لكن اللي احنا دايما بنشوفهم في الشوارع اللي هم قاعدين يطلعوا بقى الازايز الكنز الحاجات دي ويبداوا يعملوا عمليه الفصل، دول هتعوضوهم ازاي؟ لان انت المفروض ان البيت او احنا اللي هنعمل ده هتفصل من البيت عندك بالظبط، فهو ده يعني انا لو مكانهم هفكر كده، طب ما هي دي مهنتي اللي انا بسترزق منها، انت هتعمل لي ايه؟ هتقفل لي المهنه بتاعتي بالعكس زي ما بالعكس لا بالعكس انا عايزه اوضح لهم، يعني انا بسال السؤال ده على لسانهم عشان اخد اجابته. صح. دلوقتي اولا اللي حضرتك بتشوفيهم في الشارع المشكله ان بيخش على المهنه دي اللي هم مش في المهنه. يعني في حاجه اسمها النباش. النباشين دول اللي هو بيجي ينبش الزباله الاسم بالظبط كده، بيروح قالب، بيجي الصبح بدري حتى كمان قبل جامع القمام، قبل الزبال المعين او اللي هو تحت المنظومه، يروح قالب كده ومفضي له القمامه واخد منه ما هو يروح يبيعه. يبيع بقى التاجر، يبيعه المصنع، يبيعه لاي حته. فده انت عايزه تدخليه في المنظومه برضه، انت مش ضده. لو انت عايز تشتغل في دي تعالى بس خش معانا في المنظومه. الفكره بقى ان احنا عايزين ازاي كيف ندمج كل العاملين في القمامه وفي الفصل وفي بتاعه المنظومه. صح. يعني يخش معانا في المنظومه. فهي الفكره انه حتى ربه المنزل اللي هي بتفصل ممكن تسلم لجميع القمامه او اللي بيخبط عليها الباب الكيسين مفصولين، بس بيحصل ايه الفتره اللي فاتت؟ لانه اللي بيجمع القمامه ممكن يكون مش هو اللي بيفصل القمامه بالتاكيد، فبيحط على بعض، فبيقعد انت ما بتتعبي وبتعملي مجهود انك تعملي كده، بيروح حاططهم على بعض لان عربيته او عجلته ما فيهاش الخانتين، ما فيهاش الخانتين. انت المفروض تبقى عندك عربيات اتليست على الاقل تفصل بقايا طعام عن كل الحاجات الصلبه مثلا او الحاجات مش هقول بقى تبقى فيها بلاستيك الاربع نماذج مش عارف ايه ولا الست، لا خليها بس دي ودي، ما فيش العربيات المؤهله لكده، وهو ما عندوش كده، فيروح اخدها منك بعد ما انت تعبتي فيها ويروح قلبهم على بعض. فانت عايزه تحسيني الدوره دي. طب يا ست النائب حضرتك بتطرحي الاسئله بنفسك، يعني احنا ما عندناش العربيات وما عندناش الصناديق. مين بقى اللي يعمل كده؟ ما ده السؤال هنا يا فندم. المنظومه احنا دي دلوقتي احنا هي الفكره ايه؟ ان احنا لازم نبدا، انا مش عايزه ابدا بالدخول فورا لكل الحلول المتكامله اللي هي ممكن اكون انا بحطها صح، بس مش هي دي كل الحلول الاهم ليها الاهميه، عشان كده ابتدينا بنموذجين وبنتابع كل يوم النموذجين، وبنتابع يعني تجاوب المواطن المصري ازاي هتعامل، وبنتابع تجاوب عميل القمامه في ان هو يكون عنده الاراده الحيه انه يتعاون ويتكامل ويتشارك عشان نوصل للهدف الاسمى وهو الاستفاده القصوى. 90% من المواد الخام بتترمي في صناديق القمامه اللي حضرتك بتستورديها بالدولار بالظبط، واحنا بنصدرها المفروض للصين يعني اكتر مستورد. انه جميع القمامه اسالي سؤال، انت بتيجي تاخد من عندي الشهريه وبتروح للمحلات والمطاعم بتقول له هشتري منك المخلفات الصلبه ليه؟ صح، ما انت فاهم اهو، ما انت عارف ان هنا بتاخد من المواطن شهريه وهنا بتروح تقول له انا هشتري منك واوزن منك، انا هشتري، انا اللي هدفع لك، انا هدفع.
فهي الفكره انه التوعيه لازم تبقى واضحه قوي لينا. اول حاجه هي ما لهاش بعد مادي فقط ولا بعد نظافه فقط. الفصل من المنبع ليه ده محك اشرت بعد صحي جدا جدا، لانه القمامه اللي في الشوارع بتتحلل وتتبخر وبتدي السموم اللي توصل بينا الى امراض صعبه جدا في الجهاز التنفسي. القمامه لما بتروح في المدافن وبتدفن وبتتحرق بتوجد مشاكل بيئيه ضخمه طبعا. جدا وامراض صحيه. فانت بتعالجي بتعملي بتقللي المخاطر الصحيه وبتقللي صحيح. المخاطر في انتشار البيئه، وفي نفس الوقت عشان انا اقتصاديه بتقللي الصرف اللي موجود في الموازنه جميل. العامه على النقطتين دول. طب في النقطه دي يا فندم سياده النائبه الجانب الاقتصادي بقى، وحضرتك قلتي من شويه كلمه قلتي ده ذهب، يعني القمامه دي لو احسن استغلالها. احنا بنصدر وفي بعض الاحيان في دول بتشتغل بشكل كبير جدا على فكره اعاده التدوير، وان ده مصدر من مصادر الدخل يعني بشكل اساسي في ميزانيه دول كبرى يعني. طب انا هنا عشان اوصل للنقطه المهمه جدا، فكره ان انا اشتري من الناس وابتدي اوعيهم ان اللي معاهم ده او مخلفاتهم دي ممكن تبقى مصدر دخل لي هو كاسره، وفي نفس الوقت مصدر دخل اقتصادي. انا هنا بقى السؤال يا فندم، المنظومه دي او البدايه بقى التشريعيه هنا بوصف حضرتك نائبه في مجلس النواب، بتبتدي منين وازاي احط لها القوانين والتشريعات عشان ابتدي من ربة المنزل او البيت مرورا بجامع القمامه وصولا الى المصانع اللي شغاله؟ برضو انا عندي مشكله في المصانع اللي بتدور المخلفات، فاعملها ازاي دي يا فندم تشريعيا؟ مبدئيا نجاح المبادره دي او بدايه بشره نجاح الامل في ان المبادره دي تنجح، ان هو هنا تكامل السلطه التشريعيه مع السلطه التنفيذيه. ايوه، انه السلطه التشريعيه ما بقتش بتقف تحت القبه وتقول انت وانت وانت وهتعمل ايه وهتعمل ايه وهتعمل ايه. نزلت السلطه التشريعيه عشان تحط جميل. فكره تنفذ تخرج منها سياسات واضحه لمعالجه واداره الاداره المتكامله، تخرج منها التشريعات ويعدل منها التشريعات الموجوده. عندك قانون 37 في سنه 67 واللائحه بتاعته طلعت في 68 لغايه دلوقتي اللي هو خاص بتجميع القمامه، لغايه دلوقتي لم ينظر اليه ولا يعد. فهنا احنا بنرسم السياسه، احنا ماشيين على قانون الستينات يعني لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي ما احنا معظم حاجتنا من الستينات. فاحنا اللي احنا بنتكلم عليه رسم سياسه وضع استراتيجيه بعد دي شغاله دلوقتي مع الموضوع، عمل التشريعات الواجبه لتحقيق وضمان حق كل من يعمل في هذه المنظومه ولتحقيق الفائده القصوى. بالنسبه للمواطن، انا عايزه اقول للمواطن انه انت بتشتري الكنز المحتوى سعره اقل من الكنز نفسها، من المعدن. يعني ده المعدن اللي انت بتشتريه اكتر من سعر المحتوى، وهنا هتساعدنا الشركات المنتجه، لان الشركات المنتجه عندها حاجه اسمها باركود. الباركود ده بيقول لك السعر بتاع المنتج بتاعه دي. العبوه كام. فهنا انت بتقدر تقول له ان احنا ادي الفلوس بتاعتك، انت حضرتك اشتريت ورميتها ورميت فلوسك. حتى الوكاله في علاقتك مع الله، لو الله انت وكيل على مالك، هنا لازم تاخد بالك ان ده مال، يعني بغض النظر عن فكره دي مهمه جدا طبعا. مهم يعني الشركه نفسها تكتب على الكنز نفسها انه سعر المعدن ده كذا، ده هيساعدنا بقى لو عامل باركود. نبتدي بقى يا اما يدينا الباركود للكشاك بحيث ان الكشاك تبقى عارفه السعر حقيقي، بحيث انها تشتري بسعر حقيقي وتورد بالسعر الاصح. يعني دي حاجات هتمشي، احنا نطلع مراحل، لان لو طلعنا مره واحده هنوقع صدقوني. لا ما هو طبعا، لكن هي لازم نطلع مراحل. طب حضرتك قلتي تم وضع استراتيجيه، الاول رسم خطه بعد كده وضع استراتيجيه، يعني احنا وصلنا لفين في يعني في الخطه؟ احنا يعني خلصنا الخطه وفي الاستراتيجيه دلوقتي؟ لا احنا دلوقتي في اختبار الفكره، اختبار المنظومه. والتحدي الاكبر عشان تعملي الدراسات دي كلها محتاجه التعميم، فابتدى من اول يوم، يوم الافتتاح يوم السبت، معالي الوزير عاطف عبد الحميد جاب كل رؤساء الاحياء بتوع القاهره، محافظه القاهره، مش بس حي مصر الجديده، وطرح عليهم المنظومه. وهنبتدي احنا نقعد معاهم على كيفيه تحقيق المنظومه، ان الكشاك وازاي الكشاك تروح، الكشاك بتفتح فرص عمل، الكشاك بتعمل مشروعات صغيره متناهيه الصغر، احنا عمالين نتكلم عنها بقى لنا اكتر من ساعه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما ابتدى يطلق المبادره. فتبتدي المنظومه تتوسع تكبر،
مش عايزه اتسرع في اصدار التشريعات الا لما نشوف الاحتمال على ارض الواقع. على ارض الواقع. طب تجربه كفر الشيخ ابتدت من فتره، شايفينها وصلت لغايه فين؟ النتائج بتاعتها ايه؟ مبشره ولا لا؟ في اقبال على الاكشاك ولا لا؟ كفر الشيخ والفيوم في الفيوم اقبال. كفر الشيخ والفيوم في اقبال وناجحين جدا. بتقيسوا الاقبال ده ازاي يا فندم؟ يعني ازاي بتقيسوا هنا ان التجربه نوعا ما ناجحه في الفيوم وكفر الشيخ زي ما وهي مختلفه جغرافيا؟ زي ما هنا احنا مثلا كل يوم من يوم الافتتاح واحنا بننزل الاكشاك مش رقابه ولكن يعني متابعه بتشوفوا وتقييم يعني متابعه وتقييم. فلقيت عربيه ملاكي جميله جدا ونازل منها ثلاث شباب زي القمر. فبعدين بقول لهم وجايبين ثلاث اكياس كلها بيبسي وكنز وماي. فبقول لهم جايين يبيعوا. فقلت لهم طب اصوركم ايه؟ لا مش عايزين نصور. عرفتوا منين؟ عرفنا من السوشيال ميديا. طب ايه ده؟ اتفقوا مع بعض. وفي اللقاءات اللي بيعملوها او الحفله اللي عملوها والحفلات اللي عملوها وجابوا الحاجات دي وعارفين ان دي ممكن ترجع لهم مبلغ من المال يتم صرفه على خروجه ويتم صرفه. الله حلو. ده وصلك لايه بقى طبعا. وانا واقفه ده وصلني لبعد ومرحله ثالثه لازم اشتغل عليها او يمكن تكون هي من اول القوانين اللي لازم احطها. الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري مش الاقتصاد الخطي. الاقتصاد الدائري اللي هو هدفه خلق طريقه انتاج تساعد في اعاده تدوير المنتج وتقلل من مخاطره. فده اسمه ايه يعني كده بيرجع لي تاني. بيرجع لي تاني. واعتقد ان المشروعات الصغيره ومتوسط الصغر ممكن تبتدي بفكره الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري هو عمله ايه؟ هم اشتروا فلوس وحافظوا على البقايا وراحوا يعدوها تاني علشان ياخدوا قيمتها. انا ما بقولش بيبيعها على فكره، ما بقولش بيبيع قمامتك، بقول استرد قيمه ما انفقته من قمامتك. ودي احسن جدا. فاستردوا القيمه ويرجعوا ينتجوا تاني هدفهم بقى اللي هم حاطينه. فهي فكره انه لا ده انت الموضوع مع الخبره ومع بيبقى صفتي بس انا بشتغل في لجنه اقتصاديه. قلت لا جابوا حاجه قويه جدا بيسعى عليها العالم كله اللي هي الاقتصاد. طب نخرج لفاصل بقى ونرجع نكمل الموضوع ده بس من الناحيه الاقتصاديه. صحيح. اكتر ونعرف اسعار الحاجات دي كام. اكيد في ناس بيسالوا اسعار البلاستيك والكنز دي ممكن تبقى بكام؟ هي بالكيلو طبعا، سعرها بالكيلو. نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه مكملين حوارنا مع النائبه ناديه هنري عضو مجلس النواب. خليكم معانا. لسه مكملين مع حضراتكم مع النائبه ناديه هنري عضو مجلس النواب وصاحبه فكره افصلها عن القمامه. بنتكلم القمامه ممكن تكون قيمه مضافه لاقتصادنا المصري. تجربه طبقت في الفيوم في كفر الشيخ ودلوقتي في مصر الجديده. وقبل الفصل مباشره كنت بسال ممكن يكون حد بيتفرج علينا دلوقتي عايز فعلا يزود دخله وعايز فعلا يعمل الاقتصاد الدائري اللي حضرتك قلت عليه ده، ان هو اللي بيشتريه ده وينفق عليه يرجع له مره ثانيه. الاسعار بتبقى ايه مثلا وتقيم ازاي الوحدات بتاعت القمامه دي؟ زي ما قلت لحضرتك الاسعار متغيره وتقريبا ممكن تلاقي كل كام يوم السعر بيتغير. يعني اول ما قبل ما نبتدي على طول كنا بلغنا سعر مثلا الكنز ب 9 جنيه الكيلو. الكيلو الكيلو كيلو الكنز ب 9 جنيه. بعد كده ما فيش يومين نزلت جري على الكشكين وعدلت سعر الكنز ل 13 جنيه. ده على اساس ايه بقى؟ ليه 13 جنيه؟ على اساس سعر الكنز فعلي من الباركود اللي بيجي لك من المصنع اللي هياخده منك عشان يعيد تدويره وعشان يديه تاني للشركات المصنعه. فهي هي هي خطوات لازم كلها تتلاحم. ما ينفعش ده كل واحد ماشي لوحده. كل واحد ماشي لوحده. بالنسبه لربه المنزل يشبك بقى الحاجات دي يا فندم، يشبكها يعمل تشبيك لازم. هي اسمها مشروع ان شاء الله، مشروع شاء قانون للاداره المتكامله لكل العاملين في النفايات. لكل المنظومه دي كلها اداره متكامله الى ان توصل حضرتك لاخر نقطه انك ما يبقاش عندك قمامه في الشارع، ما يبقاش عندك امراض من المدافن والانبعاثات الحراريه والسموم اللي بتخرج من القمامه اللي مرميه او بتحرق، ما يبقاش عندك بطاله. يعني تكلميني على الناحيه الاقتصاديه هي تساهم جدا في تخفيض معدل البطاله وبسرعه جدا. ما
ميبقاش عندك احتياج للعمل وشباب وجذب للاستثمار، هي تسهل جدا في المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. واعتقد انه من هنا ممكن البنوك تتولى فكره تمويل الشباب للقروض. جميل. علشان توصل لهذه المشروعات. ممكن بتحافظ من خلالها اقتصاديا وبيئيا وصحيا على المصادر الطبيعيه اللي احنا بنهتم انها تكون موجوده في بلادنا. ممكن تحافظ على جذب السياح، لانه المنظر لا يليق انه في اكثر بلد حضاره في العالم بتتكلم عن الفرعونيه وبتتكلم عن الحضاره الفرعونيه بتتكلم عن الحضاره الاسلاميه والحضاره القبطيه والرومانيه ويكون حواليها كل هذا الشكل من القمامه. فانت ممكن تخلق استثمارات جديده. صحيح. ممكن تخلق طريقه انتاج. خلق الاستثمارات بقى. هنتكلم دلوقتي على مصانع التدوير. يعني اكيد احنا عندنا مصانع كانت في مرحله ممكن تقفل، ممكن نبتدي نفتح بقى مصانع جديده عشان نبقى اتكلمنا على الجانب الاقتصادي للتجربه. بالظبط كده. مصانع التدوير في منها يكاد يقفل لانه مش قادر يغطي تكلفته، خصوصا مصانع التدوير تكلفه مش رخيصه، عاليه جدا، وفي نفس الوقت هي قليله على كم القمامه اللي موجوده على مستوى البلاد وعلى مستوى الجمهوريه. فاحنا بنتكلم لك انت تعرفي مثلا لما رحت اول مصنع تدوير قمامه نتقابل معه عشان نتفق معاه على الدخول في المنظومه من اولها والتعهد باستمرار النزول للاكشاك عشان يحصل على الاشياء مفصوله من منبعها. فاول ما قال لي انت يعني اهتم بالموضوع ان في نواب جايين يفكروا في حاجه كده، فقال لي طب حضرتك بقى بما انك موجوده ما تعملوا لنا قانون عشان نستورد القمامه. يا خبر ابيض، نستورد قمامه من بره طبعا لانه هيقفل. ان القمامه مهدره في الشوارع وموجوده، ذهبك وثروتك موجوده داخل الصناديق وبتحرق 90% من المواد الخام اللي انت بتشتريها مرميه في الصناديق وبتتحرق. فانت بقى احنا يعني على حسب برضو معلوماتي احنا مصدر للصين كبير جدا جدا للقمامه، والقمامه بتاعتنا كمان معروفه ان هي اعلى سعرا علشان اكثر غناء. صح. طيب انت يعني من اغنى القمامه على مستوى العالم، والعالم يرى هذا واحنا لا نراه. طب ايه لما بتصدري مش عايزين نصدر قمامه، عايزين مشكله حتى الخواجه القمامه عايزين نستوردها. يعني احنا الرئيس عمال يقول يا جماعه التحول الاقتصادي والاجراءات الاقتصاديه، وكل الاقتصاديين يقولوا لنا المشكله من منبعها استهلاك وليس انتاج. فاحنا عايزه توصلي للانتاجيه الاعلى وتقليل الاستهلاك واستهلاكه واعاده تدويره اللي هي الاقتصاد الدائري، انه طبعا تستهلكي وتعيدي وتعملي تدوير مره اخرى وتنتجي بطريقه يسمح للمنتج ان يعاد استخدامه او يتحسن في ادائه ما يكونش مخالف للبيئه. طبعا. فانت بتقولي وبتنادي بحاجه واحنا ماشيين بحاجه ثانيه. احنا عايزين اعاده تدوير بس برضه بالمستورد. بس انا اللي بستغربه ست نائبه، انا لغايه دلوقتي يعني شايف الحل قدامي في مصانع نفايات وعارف الاحصائيات كده، انا اعلى قمامه بصدرها وعندي في السنه مش عارف مخلفات ب 70 مليار، لغايه دلوقتي مش عارف الجا للحل ده ليه؟ يعني هل كان في محاولات قبل حضرتك؟ وعايزين نعرف برضو ايه العوائق؟ ليه ما حصلش ده؟ يعني انا عندي ذهب وعندي مصانع تدوير ممكن ازود المصانع دي واشتغل عليها كعنصر يعني يضاف لاقتصادي. المشكله كانت فين في كل مره؟ المشكله في انك تجمع كل ايوه بالظبط، انك تجمع كل العاملين فيهم وتحط استراتيجيه واحده وهدف واحد وكل واحد في دوره يقوم بدوره ويحقق مكسبه وبالتالي يمشي التكامل. لكن الفكره ان كل حد ماشي لوحده. مثلا انا عايز اعمل مصنع تدوير قمام، يروح يعمل مصنع تدوير قمام من غير ما يتفق حتى مع الشركه المنتجه. صحيح. من غير ما يتعامل بطريقه ان يبقى فيه او الدوله تحط له منظومه او يتحط له يعني التزام وهو بينشئ المصنع بكيفيه التعامل مع المنظومه. المصنع ده بيحتاج يوميا لكم الف طن من القمامه، فلازم يبقى فيه مورد او مصادر كتير. انا اعتقد ان اللي فارق دلوقتي او التحرك الجديد او المختلف ايه؟ الجديد هو الاراده السياسيه الموجوده. يعني لازم نفهم انه سياسيا لازم، هي مش بس عائد مادي، هي ليها نظره كبيره قوي ووضع سياسي، وده اللي اتحرك فيه الرئيس. طبعًا. انه احنا نتغير، وده اول رئيس يخش بكل جراءه على تغيير الاقتصاد اللي بيعاني منه المجتمع. وعشان كده انا بقول انه منظومه الفصل واستعاده قيمه ما انفقته او ان انت رميت المخلفات بطريقه صح وغيرك يستفيد بيها، استعاده قيمه جزئيه
وغيرك يستفاد بيها، هيفتح مجال لمورد حتى للبسطاء. لك ان تعلم طفل من اطفال الشوارع جاي لي اول يوم جايب كيس صغير مليان وبيبيعه، وبيسالني سؤال: يا طنط يا طنط، هي الشغلانه دي شريفه؟ يا حبيبي. قلت له حبيبي، لانه بيشتغل على انه ياخد اللي مرمي في الشارع. هو ما اخدش من البيت، ما اكلش عيش البتاع، بس المهم. واحده تانية مسجله معايا، دي سجلت يعني، قالت لي: لا احنا هننظف بلدنا وهنكسب. انا عايزه الاتنين جنيه وثلاثة جنيه يكفوني قوي في ان انا ابقى فرحانه. هنظف وهكسب، يعني نظافه ومكسب، وهكسب وهحافظ على صحتي وهحافظ على البيئه اللي انا عايش فيها، وهعلي اقتصاد بلدي، وهشجع شبابي ان هم يستثمروا بدل ما هم قاعدين على القهاوي وبيموتوا. يعني هي كلها هتلاقي، عشان كده في بقى اقبال رهيب. يعني انا حسيت ان هو جت في الوقت المناسب. يمكن كتير افكار بتطلع ما بيبقاش توقيتها وما بيبقاش تنفيذها محطوط ومتابع، لكن بيبقى حد بيطلق فكره. لكن ما بي... انا قبل ما نقول للميديا فكره نفذناها. يعني بس انا مطلوب بقى، ويعني حضرتك ما تقوليش ان بتبوظي الفكره، بس انا دايما بسال سؤال الناس اللي في الشارع. ويمكن حضرتك قلتي ده: انا هتعب في بيتي وهعمل الفصل وحامل ده، لكن محتاجة ان الموضوع يبقى اسهل. يعني انا مش كل الناس هتقدر تروح وتبيع، عشان نبقى عمليين برضو. في ناس هتعمل كده واشجع كل الناس انها تعمل كده، بس في ناس مش هتعمل ده، لكن هتعمل انها تفصل من البيت. فانا محتاجة ان انا الاقي الصندوق اللي جنبي فيه فصل، محتاجة ان الاقي العربية يبقى فيها جزئين على الاقل، حتى يبقى في تدخل من حضراتكم. ان احنا دايما بيبقى عندنا، مش هقول تطوير بس الى حد ما، يعني بنجيب عربيات زباله جديده من ان الى اخر، فيبقى في قانون كده ان هي لازم اللي تيجي تبقى تيجي العربيه الحديثه اللي هي فيها الفصل. خلاص مش هنجيب العربيات القديمه دي تاني، لان ده الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. هل ده هنشوفه قريب؟ هتشوفيه، بس ما اعتقدش انه هيبقى قريب. لكن صناديق الفصل هتبتدي تنزل. يعني دلوقتي الدكتوره ليلى متفقه على صندوق فيه العينتين، وهينزل في حي الزمالك في الاول الاحياء، وهنستكمل ان احنا ننزله لكل ربات البيوت. المشكله ان انا عايزه ربه البيت اللي عندها عامل نظافه او عامله نظافه، وهي مش هتقدر تروح الكشك، لكن ممكن تدي عامله النظافه الكيس، هي تنزل تروح تبيعه في اقرب كشك. صاحب العربية اللي نازل مشوار طويل وحاطط كنز وحاطط مية وحاطط مش عارف ايه، وهو ماشي كيس صغير للي بيقول له، بيخبط عليه متسول، يديله الكيس ويقول له روح بيعه في الكشك. فهي الفكرة انه ايه، انت هتقدري تطلعي، يعني الفكرة دي هتطلع افكار ابتكارية ومبدعة جديدة علشان تساعدي كل الناس. والاهم من كده ان نبقى لما بيخش جميع القمامة في المنظومة هيروح لربة البيت، هياخد ده مفصول من ده. هتراقبه ربة البيت وتبص عليه من فوق، لو رماه هتقوله لا انا اسفه بقى. فتقدر تقول له، نقدر نتعامل معاه ازاي يحسب لربة كل بيت القيمه الماليه اللي المفروض تستردها، ويديها نصها، ما يديهاش كلها. هي ممكن تقول له انا مش عايزاها كلها، نصها، ونصها التاني يروح ليه. فهي بكده وفرت، صاحب ربة البيت وفرت اللي بتدفعه للقمامه كل شهر، ووفرت المجهود انها تنزل جميل تروح للكشك. جميل. بشكرك شكرا جزيلا، ومبادره مهمه جدا ومعلومات مهمه، ونفسنا نشوف بقى المنظومه بقى. يعني هو السر هنا او كلمه المفتاح، المنظومه اللي تعمل الموضوع ينضبط من اول ربط الاسره مرورا بجميع القمامه حتى مصانع الاكشاك لغايه مصانع التدوير، ونشوفها تعمم ان شاء الله في محافظات تانية مش بس كفر الشيخ. عايزه همه السلطه التنفيذيه، عايزه همه السلطه التنفيذيه، همتنا كلنا مع بعض. واحنا عامل المراه على فكره يا جماعه لها تاثير جامد جدا، بس اللي يركز عليها، بس اللي يركز مع المراه المصريه هي الحل على فكره. المستثمره الاولى اللي دخلت في المنظومه واستثمرت امراه، صحيح، عندها 30 سنه، صحيح. 2017 عام المرأة المصرية مرة تانية، المرأة المصرية هي اللي هتاخد. خدوني معاك في الاستثمار ده أسماء. طبعا شكرا جزيلا للسيادة النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب وصاحبة فكرة افصالها. نورتينا وشرفتينا النهارده. صباح الخير. صباح نورتينا يا فندم.